اسكت. الله، رمضان كريم، وانا عارف انك بتصوم في رمضان. قوم يا اخي افطر معانا، هنفطر وانت قاعد هنا. خليك في حالك. طب تعالى خد اخوك ميه. يا ابن اسكت. حاضر. قص يا قص، تعالى افطر. يلا بقى، مش هقدر امد ايدي من غيرك. تعال. بعدين بتملى من سحنتي زي ما انت عايز. بس كل يا قص. ماليش نفس. يا راجل اختشي، انت عارف ان مقدار صدوقها من غيرك. انا بحبك قوي يا بنت بيسا. واللي يحبني يسلف عرقين الخشب ويسيبني بني للسما. هعوضهم لك. حياتك عندي اللي هعوضهم لك. الصبر. خلاص. كل يا قص. قمتي ليه يا سراي؟ الحمد لله. ما يا بنتي، ده انتي صايبه طول النهار، اقعدي افطري. لا حول الله يا رب، ليه الغم ده بس؟ متدلع. عرفتي ليه؟ متدلع يا بنتي. طويلي بالك بس. اطول اكتر من كده يبقى ايه؟ سرايا يا حبيبتي. نعم. ده انا امي. تغميني كده على الفطار؟ انا اسفه يا ماما، بس انا شبعت. انت زعلانه من اختك؟ لا يا ماما، مش زعلانه منها ولا حاجه. طيب قولي لامك الصراحه، ايه اللي بينك وبين يوسف؟ مفيش حاجه. هيكون بينا ايه بس يا ماما؟ يعني ما كلمكيش؟ ما قلتوش لبعض حاجه؟ قصدك ايه يا ماما؟ يا بنتي يبقى اختك عندها حق، ما دام مفيش حاجه يبقى لازمتها ايه الخيله الكدابه دي؟ عيب يا بنتي، ما يصحش. بصراحه هو جدع ما يتعيبش، بس مش ليك يا سرى، وانت عارفه كده.